الفيديو هذا كتبه منوستو سومين بلوكي، ولكن ما مسميه أنا أسبوع الدمار. في الجمعة هذه بنت عيوب المنظومة التربوية الفاشلة. خلينا نرجع بكم التالي. أنا تلميذ تونسي نقرأ في 37 ساعة في الجمعة، من الصباح تبدأ ربطية وطوف العشية. الوزارة ملازم علينا باش نعيشوا في الليسي بالسيف. لا تنجم تعيش غرامك، انت ما تنجمش تعيش حياتك اصلا. ما تلقاش وقت في وسط اكثر من 11 مادة و30 دوفار في التريمستر الواحد. باللي بدا العام والبروفيت الكل يجرو درس ورا درس، بروجي ورا بروجي، وبرشا سيريات، وتلميذ مش خاط لا ياكل لا يتفرهد لا يرقد كيما الناس. وفي السومين بلوكي يتكدس كل شيء، دروس من اول العام ما فهمش حتى 10 ايام بين الكونترول والسنتيز، لين تلز التلميذ باش يفاسكي. ضغط وستريس، تلقى روحك تقرا باش تنجح. السيستم مبني على حرب بين البروفيت والتلميذ. البروف يتشمت ويجيب اصعب دوفوار، والتلميذ خايف في افكاره ما ينجمش يراجع. يمكن النظام التعليمي مساعد 3 ولا 4 تلامذة ما عندهم شيء في مخاخهم ابار القرايه، والبقيه اللي يحصل ويخمم في اللي يعيش فيه كل يوم يغرق وما عادش ينجم يخرج من افكاره. ومن هنا يبدو يتكون الامراض النفسيه عند التلامذة، حد ما يحس باللي نتعدوا به. منظومه فاشله، وخرج الجيل كامل قبلنا فاشل، وتوا جايين يتعاركوا شكون يحطمنا اكثر. يسنسوا فينا بالروتين باش نعيشوا في ريم في الادارات. دوله عامله مجهودها الكل باش تقتل الابداع اللي فينا، حتى في الليسيات اللي حبي يخمم يضروه وخلي كان يحاول يطالب بحقه وكلها تدور عليه. والزميل للزميل رحمه، الوقتش التلميذ باش يبقى اضعف شخصيه وصوته مش مسموع في عينيهم. نحنا جيل فاسد، خاطر فينا برشا ما يسكتوش ويطالبوا بحقوقهم، يحبوا يعيشونا بالسيف بعقليه ما تمشيش في وقتنا هذا. وكان جد تنفع راهي نفعتهم هما، يبنيوا في جيل كامل على العقد والستريس من الصغر. بعد كيف تصير حاجه من تلميذ كلها تنكر ويولي الشيء هذا ما يمثلهمش. زعما سمعوا علاش التلميذ عمل لك هكا، زعما سمعوا علاش انا عامل فيديو هكا، زعما سمعوا سكتك انت ولا هذاك اللي حشتهم به. الوقتها التلميذ باش يبقوا يعانوا وتبقى القرايه نقطه كحله في حياتهم. ميساجي لوزاره التربيه، ضغطي ولد الانفجار، يزي ما عملتوا عين رات وعين ما ردش. بدلوا الزمان المدرسي والنظام التعليمي قبل ما يتبدلوا عليكم ولادكم وتندموا وقت اللي ما يفيدش ندم. الحقيقة اللي باش نحكي عليه توا واللي سمعتوه وباش تسمعوه من عند التلامذة والأولياء والأساتذة مش باش تكون لكم حاجة جديدة، لأنه مطلب إصلاح المنظومة التربوية مطروح توا سنوات، لكن للأسف احنا ديما ما نفيق وكان مصير الكارثة والأسابيع الفارطة كانت أكبر دليل. بالنسبة لي أنا الإشكالية في المنظومة التربوية تتمحور حول 3 نقاط أساسية اللي هما الزمن المدرسي، المحتوى التعليمي، والعملية التعليمية.